الحقيقة أنه الثورة البلشفية ساهمت في كسر النظام الرأسمالي اللي كان مسيطر ومحتكر كل العلاقات سواء المحلية في الدول اللي هي موجودة فيها أو على المستوى العالمي. وفي نفس الوقت كانت حلم لناس كتير في أنه الثورة ممكن من خلال وجود العمال وطبقة العاملة أنه بتستطيع أنها تغير وأنها تقوم بأشياء كثيرة. وبالتالي كل العالم نظر لهذه الثورة على أنها أمل لهم لمستقبل أفضل للبشرية. يعني أنا بعتقد أنه اللي مطلوب الاستفادة منها أنه ما ممكن تفصل الأشياء عن بعضها. عم تحكي عن الحريات، ما ممكن فصلها عن الاقتصاد، عن كل العلوم، وعن إتاحة الفرصة للإنسان أنه يبدأ وأنه ما يكون في أي restrictions على كل ما يقوم فيه، وأنه إطلاق العنان للإبداع. هذا مهم إذا أنت معني بأنه المجتمع يكون هو له مصلحة فإنه هاي الثورة تستمر. وإلا إحنا شفنا كيف انهار الاتحاد السوفيتي خلال أسبوع بجوز بدون ما حدا يدافع عنه، لأنه الناس أصحاب ما شافوش أنه هم جزء من مصلحتهم هذا الإشي. فالدرس الأساسي أنه ما لم يكونوا الناس هم أصحاب المصلحة في التغيير وفي أنه هم معنيين وبشكل كبير، راح تصفي بس بين النخب. وبالتالي حتى لو صاروا عملوا دولة أو نجحوا في انقلاب أو في ثورة ما راح تستمر. يعني البدايات كانت حلم أنت بتقرأ عنه، وخاصة أنه إحنا عائلتنا يسارية كانت هملاجين وما إلى ذلك، فكان في كثير من الأحلام أنه فعلاً أنه ممكن الناس تضحي ولاحقاً أنه الآخرين يستفيدوا، وأنه ممكن أنه نغير المجتمع، ممكن أنه الطبقة العاملة الفلسطينية تقدر أنه هي تصير المسيطرة. لكن الإشكالية كانت أنه معظم قراءتنا هي بكتب دار التقدم، وبالتالي نمط واحد من الفكرة يعني بمعنى أو بآخر. أنا أذكر خلال السبعينات كنا لسه شباب صغار مثلاً، ما كان في مجال لكتب غير كتب دار التقدم المترجمة باللغة العربية، وأسعارها مش غالية يعني متناول أي حدا. بس ما كان في مثلاً كتابات لروزا لوكسمبورغ أو تروتسكي أو ما إلى ذلك إنه ممكن إنه يكون موجود.